الشيطان الرجيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا القاسم محمد. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. لم أنس زينب بعد الخضر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا مسجورة كالمعصرات تصب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. أنا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا وجه الصبح أبدانا
الأمر الثالث الشيعة المفيد بالاطمئنان. يعني الشيعة المفيد بالاطمئنان يتواتر عند الجميع أنه تمت رؤية خلال شهر رمضان، فهذا يبرز الاطمئنان عند المكلف وبالتالي يثبت دخول شهر رمضان. العنصر الأول قضية الرؤية. هذه الرؤية لو كانت المسألة متفق عليها لكانت المسألة بسيطة. شوف الآن يعني بالذات في البحرين تصير بلبلة في مسألة الهلال. لما ندرس قضية البلبلة وصير ربما نزاعات وهذا متكدر وفوضى ضد العلماء، المفروض وحدون ما يصير. ايش قصد يعني قصد التوحيد؟ شلون الواحد المناسب؟ هذه خارطة على الموازين الشرعية. إنما عقلية البحارنة، أنا ألفت انتباهك إلى حركة تاريخية في الاستدلال في الاستهلال. البحارنة تعودوا يعني على مدى سنوات بعيدة أن البحرين صغير، وعلماء البحرين ما عندهم ذاك الاختلاط مثل الآن. يعني الانترنت موجود، القنوات الفضائية قبل لحظة ممكن أن موجودة. فيجتمع علماء البحرين، البحرين كان فيها علماء ومراجع وفقهاء من مئات السنين، يجتمعون في مكان واحد ويستقبلون الشهود وتتم ويتم البت في قضية الهلال. هذه كانت إلى تقريبا إلى وفاة آخر عالمين من هؤلاء العلماء، وهم الشيخ إبراهيم المبارك والشيخ باقر العصفور رحمة الله عليهما. كانوا أسسوا للاجتماع في مجلس مؤمن، أسسوا للاجتماع في مجلس مؤمن يجتمعون دول العالمين ويثبتون الهلال. والبحرين كلها في ذلك الزمان ترجع إلى من؟ ترجع إلى الشيخ حسين والشيخ عبد الله المقلد السدري والشيخ يوسف العصفور. أكثر من هذه المرجعيات ما موجودة، وتقريبا آراء هؤلاء العلماء والفقهاء الثلاثة تقريبا آراءهم واحدة. هذا إلى الثمانينات، بداية الثمانينات توفوا هؤلاء العلماء، بدأت حقبة جديدة، بدأت بالثورة الإسلامية، بدأت المرجعيات الجديدة من النجف الأشرف، مرجعية السيد الخوري، مرجعية السيد الإمام الخميني، واستمرت إلى وفاتهما، إلى وفاة السيد الخوري تقريبا سنة 89، وفاة السيد الإمام 89، وفاة السيد الخوري 92 تقريبا. بعدين تلاحظون حركة المرجعية يعني دخل على الخط ما شاء الله من المراجع، السيد السيستاني في قم ما شاء الله، سيد البلبيقاني، بدأ الشيخ العراقي. الآن لو انعد عدد المراجع اللي يرجعون لهم أهل البحرين ما شاء الله ما شاء الله، يعني لما روح الحج ما يقارب يعني بدون مجاملة 15 رأي من آراء الفقهاء، 15 فقيه يرجعون لأهل البحرين. أحد أسباب الاختلاف في قضية الهلال إن عيد أو معيد مو قضية بس العلماء اجتمعوا تعال حد الذرة، هناك آراء فقهية متباينة، آراء فقهية متباينة. مثلا من هذا التباين، من هذا التباين أنه من ضمن هذه الآراء المستحدثة بدأ عندنا قضية ثبوت الهلال على الحساب الفلكي. ما كانت موجودة في زمن شيخ حسين، زمن شيخ يوسف، هذا ما كان موجود. حتى في زمن السيد الخوري، زمن السيد الإمام ما كانت موجودة. طرأت أمور
يعني إذا أخبرنا الفلكيون وقالوا أن الهلال سيولد مثلاً يوم الاثنين مثل ما موجود اليوم، زين يوم الاثنين ولد الهلال، فثبت دخول الشهر أنه يوم الثلاثة يكون حالي. لذلك يقولون السيد لأن ثبوت الهلال عن طريق ماذا؟ عن طريق الحساب الفلكي، وبالتالي فاللي يقولون السيد فضل الله بيبدأ عندهم اليوم الحالي من شهر رمضان يوم الثلاثاء. إذن هذا الخلاف الفقهي، احنا ما نقول تعالوا يمكنكم قلبوا مرجع واحد، طبعا ما نقدر، ولكن هذا خلاف فقهي فرض نفسه على الساحه، وبالتالي تغيرت المساله، تغيرت المساله، بداوا الناس بكره راح يصومون بدون اشكال ان شاء الله، الله يبلغ الجميع ان شاء الله صيام شهر رمضان. زين بيكون يوم الثلاثاء هو اليوم الحادي من شهر رمضان تبعا لرأي هذا المرجع، تبعا لرأي هذا المرجع. من الآراء أيضا اللي تفرض نفسها على قضية الاستهلال، قضية أن الهلال إذا رؤي في بلد هل يثبت بذلك في بقية البلدان أم لا؟ هذا رأي فقهي، إنه مثلا إذا شافوا الهلال في إيران وشافوا الهلال هل يثبت بالضرورة في البحرين؟ أو إذا رأوا الهلال في العراق هل بالضرورة يثبت الهلال في البحرين؟ أو رؤية الهلال على سبيل المثال في بلد بعيد مثل البرازيل؟ إذن الفقهاء أيضا عندهم خلاف فقهي. فرأي السيد السيستاني مثلا ورأي السيد الخامنائي أن رؤية الهلال في بلد لا يكفي لثبوته في بقية البلدان، ما يكفي أنك إذا رأيت مثلا في إيران، ما يكفي أن يثبت أيضا في اليمن أو في الهند أو في بقية البلدان، عندنا لا. كذلك السيد السيستاني، السيد الخوئي، السيد فضل الله وشيخ جواد التبريزي وبقية المراجع عندهم إذا رؤية الهلال في بلد يكفي لثبوته في بقية البلدان مع شرط أن تكون هذه البلدان متحدة معها في الأفق وفي الليل، يشتركون في الليل مو فقط الاشتراك في الأفق، الاشتراك معهم في الليل. شلون؟ يعني نفترض مثلا إيران فيها ليل والبحرين فيها ليل، حتى لو آخر الليل بالنسبة لإيران وأول الليل بالنسبة للبحرين، أهم شيء يشتركون في ماذا؟ في جزء من الليل. كذلك خلينا نقول هذه البلدان البعيدة، البرازيل مثلا، نقول السويد، هذه البلدان أيضا يشتركون في جزء من الدين. وبالتالي على رأي السيد الخوئي وعلى رأي الشيخ التبريزي مثلا، على رأي الشيخ الوحيد، الشيخ الفيام، إذا يشتركون مع بعض في جزء من الدين وبالتالي يمكن أن يثبت الهلال، إذا ثبت عندهم يثبت عندنا أيضا، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة في ثبوته مع وجود جزء من الدين. لذلك نشوف الخلاف قائم. من الامور ايضا التي يعني لما نطلع على الفقهاء، من ضمن هذه الامور وهذه الاختلافات طريقه رؤيه الهلال. السيد السيستاني والخوئي وبقيه الفقهاء قالوا يثبت الهلال برؤيته بالعين المجرده. يعني إذا شفت الهلال بعينك المجردة فقط يثبت الهلال بهذه الطريقة. الآن العين تغير، الآن ممكن أن نرى الهلال ولكن ليس بالعين المجردة، الآن التلسكوب مثلا قابل أن يقرب لك القمر أمام عينك،
الجوابات المطورة أكثر الإلكترونية اللي فيها قضية التفريغ ضوء وما شابه، هذا بعد ممكن أن تعطيك بالضبط متى ينزاح الضوء وكذا، والظل ويطلع الهلال متى يولد بثواني دقيقة جدا. هذا أيضا المسألة فيها خلاف. السيد الخامنئي، هذا صارت العامة والعامة، السيد الخامنئي حفظه الله عنده إذا رؤي الهلال بالعين المسلحة، العين المسلحة في قبال العين المجردة، العين المسلحة يعني بالتلسكوب، بالمنظار مثلا، بالعدسات، يعني بحيث انه تكون هذه الآلات توصل إلى رؤية الهلال. والمراد بالعين المجردة هو العين الطبيعية، أن يرى بالعين مباشرة. السيد الخامنئي عنده هذه الفتوى، إذا رؤية بالعين المجردة يكفي لدخول وثبوت الشهر. لذلك العام الماضي تقريبا تمت رؤية الهلال بالعين المسلحة، ولن تكمل الرؤية لماذا؟ بالعين المجردة. فبالتالي لقدوم السيد تبعا سيد الخامنئي، لقدوم سيد الخامنئي تبعا لهذه المنهجية في الفتوى يفطرون أو أصولون، بينما بقية المراجع لا، لابد أن تكون بالعين المجردة مثل السيد السيستاني، مثل السيد الخوئي، ومثل كذلك الشيخ حسين العلام، والشيخ يوسف، والشيخ محمد بن زين الدين، والسيد الإمام الخميني. فهذه الآراء كل ما تتباين الآراء أصير عندنا قضية الخلاف أكثر وأكثر. مثلا أيضا من ضمن هذه الأمور احنا نريد نطلع على بعض الآراء الفقهية. افرض مثلا هذه الليلة لم نرى الهلال، كمثال ما أريد الكلام عن الليلة، الليلة لو استهل الناس ولم يروا الهلال، ثاني ليلة بين الهلال. يقول السيد الخوئي إذا كان الهلال ثاني ليلة مطوق، يعني حدقة الهلال مطوقة، هم الهلال نصف الدائرة مكتمل، إذا كان رؤية في الليلة الثانية وهو مطوق فتحسب الليلة الثانية، والليلة الماضية شنو؟ الليلة الأولى. ووافقه في هذا الرأي الشيخ جواد التبريزي، بقية الفقهاء لم يوافقون في هذا الرأي. تشوف عندك أكثر من سبب يخلي الناس يختلفون في الهلال. أما أن أحد الفروق يعني أحيانا مثل صار العام الماضي إذا تذكرون ليلة العيد، يعني ما لازم الناس كلهم يريدون باكر عيد واحد، ما يصير تحكم الناس، ما تقدر، مو قضية ما يصير بس، ما نقدر نمشي الناس كلهم على رأي فقيه واحد. افرض هذا الهلال رأوه مثلا في منطقة بعيدة عن البحر، شافوه بالبرازيل، هل تطلب من الناس كلهم ان يفطرون باكر لان رأوا الهلال؟ لا. فهذه امور تترك مجال الى قضية ثبوت الهلال. بعد من ضمن هذه الامور مو فقط في قضية قضايا آراء الفقهاء، مو فقط في هذا الجانب، أكو عندنا جانب ثاني. الآن العلم، تطور العلم خدم قضية الهلال، خدم قضية الهلال خدمة كبيرة. الآن الفلكيين مثلا يقولون يولد الهلال اليوم الفلاني، في هذا اليوم تستحيل الرؤية، في هذا اليوم اللي يولد فيه الهلال تستحيل فيه الرؤية، تكون الرؤية صعبة. لكن شو تسوي؟ ما تشوف إلا بعض الأماكن، يقول لك والله شفت الهلال. شلون تشوفون الرؤية تقريبا مستحيلة؟ يقول لك لا. ويجون لك ناس مؤمنين وكذا، مو قضية الشهود فقط. ناس عندهم
شاء الله اقول لك احنا شفنا لله زين. هذا هي الامور لما تحصل يقولوا الفقهاء انت اللي تقول شفت الهلال انت واجب عليك ان تفطر واجب عليك ان تصوم. اما بقيه الناس يعني العام الماضي قالوا العلماء استحاله رؤيه الهلال، وفي البحرين وغير البحرين قالوا لك شفنا الهلال. هذا يخلينا يعني ما نطمن، مو قضيه طعنه في عداله هؤلاء، لا ما نشكك لا في ايمانهم ولا في عدالتهم، وانما المؤمن قد يشتبه قابل ان المؤمن ما له علاقه بهذه القضيه، قابل ان المؤمن يصير عنده اشتباه، يشوف مثلا شيء يقول هذا هلال، واقعا ليس بهلال. هلال يكون الرؤيه يعني مستحيله او متعذره احيانا، تعذر رؤيه الهلال. وبالتالي هذه الخلافات الفقهيه لها منشا. احنا الان مثل ما ذكرنا مو مثل البحرين قديما يرجعون لمرجع واحد فقيه واحد، البحرين كلها تقلدت زين. اذا قالوا اجتمعوا العلماء في مسجد مؤمن مثلا، هاي السلك اللي ساروا عليه تقريبا عشرات السنوات، يجتمعون اذا قال الشيخ الفلاني انه بكره عيد يثبت العيد تنتهي المساله وتعيد البحرين كلها. الان مثل ما قلنا تعدد المراجع، قد البيت الواحد تشوف الاب تقلد شيخ يوسف والام تقلد شيخ عبد الله والاولاد واحد تقلد فضل الله واحد تقلد السيد السيستاني، هذا الامر صحيح. لذلك تشوف في نفس البيت باجي الناس بتصوم وناس والله يقول لك لا ما طلعت الهلال، نفس الشيء دخول الشهر قضيه الهلال في العيد. لذلك يثبت الهلال بهذه الامور التي ذكرها الفقهاء اللي ذكرناها، وهي الرؤيه بالعين، الشياع المفيد للاطمئنان، بشهاده العبدين، والامر الرابع اللي ما ذكرنا قبل قليل قضيه اتمام العده، لان الشهر العادي اما ان يكون 29 يوم او 30 يوم، وبالتالي لا يزيد الشهر العادي على 30، مو قابل ان كل واحد 30، يعني بعد 30 يوم من تمامها سواء راوا الهلال أو لم يرى الهلال كنت أحسن معصر، فالناس يفطرون أو يصومون إتماما للعدة. هذه الإشكاليات ما ينبغي أن تخلق عندنا في مجتمعنا حساسيات. أنت كأب وأنت كأم ما له داعي تعال أولادنا لازم باجوا كلكم تفطروا، لا، أو كلكم تصوموا، أيضا هذا أمر مرفوض. كل واحد يرجع الى الفقيه والمرجع الذي يقلده لبراءة الذمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صيام هذا الشهر المبارك، كما نسأل الله في هذه الايام بحق محمد وآله الطاهرين أن يفرج عن المؤمنين والمؤمنات. من له حاجة في هذا المجلس اللهم اقض حاجته بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني، نسأل الله يفرج عن المؤمنين والمؤمنات. اسألوا الله في هذه الليالي آخر ليالي شعبان بداية شهر رمضان المبارك، هذه أيام عظيمة عند الله عز وجل، أيام عظيمة جدا ننتظر قدومها بفارغ الصبر. نسأل الله أن يبلغنا صيام شهر رمضان إن شاء الله وتمام، وما ننسى نتذكر يعني العام الماضي كم من أناس كانوا معنا صاموا ويانا شهر رمضان وعاشوا ويانا طوال العام،
والآن هم ليسوا معنا، ضمهم التراب، ابتعدوا عنا، فارقناهم. لذلك نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ونسأل الله لأنفسنا أن يبلغنا إتمام هذا الشهر العظيم واستقبال إن شاء الله في خير وصحة وعافية وثبات على ولاية أهل البيت عليهم السلام. كان إذا رؤي الإمام الحسين عليه السلام كان وجهه كالقمر، لذلك لما رأته زينب سلام الله عليه على ذروة ذلك الرمح، تقول بعض الروايات نظرت إليه وقالت: يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت، يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. هذا موقف إلى زينب، والموقف الآخر لما خاطبت الحسين عليه السلام وهو جث على بواه كربلاء، وقفت على ذلك التل تنظر إلى جسد المولى أبي عبد الله عليه السلام، اتناد تصرخ بعال الصوت، تصرخ بعال الصوت،
فداء دارها تحط الرحال يا الله. إلهنا نسألك ونعوذ بك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكبر، فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا بنحل البصر، وهو أكثر من ذلك يا كريم. بلغنا الآمان بحق محمد والآل، شف ما نزل بنا من له حاجة في هذا المجلس، اللهم اقضي حاجته. إلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين وخدمة الإمام الحسين عليه السلام، رحم الله من يقرأ سورة مباركة الفاتحة تسبقها الصلاة